sooyaalkii taarikhyada ee marxuum siyaasi halgama maxamed xashi cilmi oo in muddo ah xanuun u jiifay ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada riyaad ee dalka sacuudiga siyaasi injineer maxamed xashi cilmi ayaa ku dhashay magaalada jigjiga chik sanadkii knaqoaaaiyosodonkii waxa uu waxbarashadiisii qur-aanka ku qaatay magaaladii uu ku dhashay kadib waxa uu usoo wareegay magaalada hargeysa a oo waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexba ku dhammaystay gaar ahaan dugsigiisii farsamada gacanta ee loo yaqaanay treade school وحو محمد حاشي علمي او تغيي دالك انجريس سقال ساقال بغول تضبية كنتون كي إلا كون ساقال بغول لحدن كي يساقو شهادة الدبلوم دبلوم ساركو سوقا تاي دسمها كد دبنا او كسو نغضي دالك بغول كوبية لحدن كي او كهول غلي وزارة دياه لها جود اي مغالة دا بربرا او تشوغي إلا كون ساقال بغول أفري لحدن كي إنجنر محمد حاشي علمي وحو وحب رشاو تغيي شامعة دا لوسان شاليسة دالك مريكا كون ساقال بغول أفري لحدن كي إلا كون ساقال بغول تضباتن كي يساقو شهادة دا زيف الانجنيرين كسوقا تاي شامعة دا سي وحول دبادية كامل نقضي مضحة دي ايه دي ده هولها قودة سومالية ايه كن سقال بغل تضباتاً كي الا كن سقال بغل بيه كي مركزي او اسكعاسي ليه في دلك السعودية العربية او كاساسي شركة دي اسمي او غارة تاسو او كشقيني السعودية العربية الا كن سقال بقل كوب يسي دي تنكي يساقي الركالة أو كوميديا هي عبد السلام ياسين أحمد إسماعيل ضخسي إيه حسن آدم وديد إيه الركالة أيك جد واقع مجال لندن لن رن أورك دغدقاق <applause> قوطنك الصومالية ده أسمم لحد أبريل كوس قال بقول كوب إيه سدتين كي كد بناء تجين حرومه سي إيوتوبية إن محمد حاشي علمي وحو نغضي حقيهما ليده يده أجب كن سجال بغلبي لهي استاتنكى إلا كن سجال بقول ليه وحو ترتمي شجع قدوميها أسا نم شروينه بلي جبل لا كن سجال بقول سجاشنك لكن سوحة كي جدولي عد الله نحر يستي قدومي عبد الرحمن أحمد علي عبد الرحمن تور وحو محمد حاشي علمي كم siyaasiyiintii kaga dhawaaqay gooniiskutaagga somalilan shirweynihii beelaha somalilan ee magaalada burco sideed iyo tobankii mey kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya حكومة دي سومالي لان ايه مدحوين محمد, محمد حاشي إبراهيم عقال وحاو إنجنير محمد حاشي علم النقضي الدقيق مقالة ده هر يكون سقال بقول بغول سدح كي يساقون حل هاي إلا هرانتي كون سقال بقول تدوبي يساقاشن كي مركاسو أو اسكوشا رحي تشاقاد مدحوينها حكومة دي كلا إيه مدحوين ده هر كاهن وحاو إنجنير محمد حاشي علم النقضي سنت كلا بضاكون يسدح دي وزيرك وزارة دقناع سيجي ورشدها تشاقادات سي هاي إلا سنة كلا بضاكون محمد حاشي علمي <سؤال> سياسة دك مبحين اي مركاسي كيب بعدي سانت كي لبادا كون اي تودبادي وحو نغضي قدوم يو كوحيغنك كوباد اي ارر سياسة ديت كي قران اي مدي سيما دام او دستور كي سومالي لان ديگي سادي حس او كليا انا اي كتشيران دالكا حبسي غا لو تحابي محمد حاشي علمي اي ساحي بدي سي اي اي وضا اساسين ارر كي قران بيش اي لبضا لبادا كون اي تودبادي مدى بلوضا muddo kadib <muchamad> waxay sanadkii labada kun iyo sideedii ay siyaasiyiintii ururka qaran oo maxamed xaashi cilmi ka mid ahaa ku biireen xisbigii mucaaradka ahaee kulmiye oo heshiis awooda qaybsi ah la galeen markii uu ku guuleystay xisbiga kulmiye hogaaminta talada somalilan madaxweyne uuu noqday axmed siilaanyo madaxweyne ku-xigeena cabdiraxmaan seylicijoon laba kun iyo toban waxaa loo magacaabay injineer maxamed xaashi cilmi jagada wasiirka wasaaradda maaliyadda ee somalilan taaso u hayay ilaa labada kun iyo labyo tobankii maxamed xaashi cilmi waxaa dadweynuhu ku ammaanaan qorshihii iyo nashqadii uu dhigay magaalada hargaysa muddadii uu hayoduqa ee si gaara waxaa lagu xasuustaa jidkii iyo magacyada cusub ee xaafadaha ee uu bixiyey mujaahidiintii esanam sida lix le maxamuud haybe axmed dhagax iyo koodbuur iyo kuwo kale وحكلا الله ما تام محمد حاشي علمي سيدا عسبتال كجودة مجال ده هرجيس أو سو كردي مددي هاي وزير كمالية دامشينو مش كلية يا أو ضروري أو قبت عسبتال كا يجود أهان شقالها الدولة ده يا أيضا مدى لان الآن أو في كرديه لوجو كرديه مشاركة السيدة أنكسو سو حكتي بوجو كم ده أو صحفي قراء أحمد سعيد عجا بوجا ورتشري حمسة حيث وركلان تافكو سوماليكا سي بي أ تي في